بعد التخرج من الجامعة وبداية تعيينك كطبيب في الكويت، دائما كان الطموح لكل شخص خريج من الجامعة أن الآن حان وقت الزواج. وكان الوالد في عنده شروط جدا شديدة في تلك الفترة، وتكاد تكون حلم. يعني كان شروطه في بداية وظيفته أن يجد زوجة محجبة لا تقود السيارة وغير جامعية. فبحث بحث ما وجد في الكويت، ذهب إلى العراق، ذهب إلى سوريا، ثم رجع إلى الكويت. وسبحان الله كأن الأمر مكتوب له أن يأخذ مرأة غير محجبة، يأخذ مرأة تقود السيارة، يأخذ مرأة جامعية. هي الصفات التي كان يعني يرفضها بتاتا وجدت في الوالدة، وسبحان الله كانت هي مستعدة للحجاب، تزوجها اليوم الثاني تحجبت وهي جاية معها حجابها. وكذلك دراستها الجامعية نفعت الوالد كثيرا في إعانته، سواء في وجوده في كندا وبريطانيا أو كذلك في تربية الأبناء. وقيادتها للسيارة كانت يعني خير معين لها أثناء سفره، فكانت هي الوالد وهي الوالدة وهي قائد السيارة اللي يوصلنا المدارس، وهي كانت فكانت كل الصفات اللي يرفضها وجدها في الوالدة رحمة الله عليه. الوالدة صارح الوالد في أول يوم زواج وبلغها أنت لست الزوجة الأولى وإنما أنت الزوجة الثانية، فكانت صدمة كبيرة جدا لها. فقالت أنت ما بلغتني الشيء هذا من قبل، ليتك بلغتني. قال لا تخافين، الزوجة الأولى هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي تجري في دمي مجرى الدم، وأنت الزوجة الثانية. قالت أشوى ذا السالفة، دعوة الحمد لله، بس أهم شيء ما تكون امرأة حقيقية. فسبحان الله كانت الرسالة واضحة من أول يوم أن الدعوة هي همها الأول، ونشر الخير للناس هو همها الأول، ثم تأتي الهموم الدنيوية الأخرى يعني في مستويات الثانية والثالثة والرابعة. اتفقوا من بداية حياتهم أن تكون حياتهم لخدمة الناس، لنشر الخير للناس، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان التوافق كبير في هذا الجانب.